في تقرير صادر عن هيومان رايتس ووتش اليوم، قالت المنظمة أن سكان مخيمات اللاجئين السوريين في شمال شرقي سوريا التي تديرها سلطات تابعة لمجلس سوريا الديمقراطية يعانون من قيود غير قانونية تفرض على حرية حركتهم. التقرير أشار إلى أن عدم امتلاك سكان تلك المخيمات وثائق شخصية وفي ظل الغموض الذي يكتنف سبل المغادرة، بات سكان المخيمات مجبرين على التعامل مع المهربين للخروج من المخيمات أو الحصول على رعاية صحية أو الالتحاق بعائلتهم. آلاف النازحين محتجزون في مخيمات، وسلطات الأمر الواقع التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية تفرض قيودا غير قانونية على حركة الهاربين من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، كما أوردت منظمة هيومان رايتس ووتش. هذه السلطات صادرت وثائق هوية اللاجئين ومنعتهم بشكل تعسفي من المغادرة، ما زاد من خطر تعرضهم للاستغلال وفصل العائلات وقيد وصولهم إلى الرعاية الصحية. ونتيجة لهذا بات سكان المخيمات المستضعفون مجبرين على التعامل مع المهربين لمغادرة المخيمات أو الحصول على رعاية صحية أو الالتحاق بعائلاتهم. وبحسب الأمم المتحدة نزح 125 ألفا من سكان الرقة و248 ألفا من سكان دير الزور. السلطات الكردية لا تسمح للسوريين بالانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو العودة إلى دير الزور دون كفيل كردي، إلا أن عملية الحصول على كفيل صعبة وغامضة. وفي مخيم السد المعروف أيضا بالعريشة كانت القيود شديدة، فعلى السكان الحصول على تصريح خروج مؤقت حال إثباتهم الحاجة الطبية الشديدة أو تم تسجيلهم في الجامعة المحلية، ويمكنهم المغادرة يومين في الأسبوع فقط بعد تحمل تكلفة الحصول على الإذن والنقل، كما تحدد سلطات المخيم عدد مغادري المكان بثلاثين شخصا في كل يوم تحديدا. وبسبب هذه السياسة مات 13 شخصا بينهم 6 أطفال في مخيم السد خلال أسبوعين فقط في ديسمبر الماضي للإصابة بالإسهال أو الجفاف أو التسمم. الآن ينضم إلينا من كوبنهاغن بالدنمارك الإعلامي إبراهيم إبراهيم. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. ما المبررات لهذا التعامل بهذه الطريقة مع النازحين في تلك المناطق من قبل قوى سوريا الديمقراطية؟ مساء الخير لك ولمشاهدي التلفزيون العربي. يعني الحقيقة أوروبا أمة ديمقراطية، عندما يأتيها لاجئ وهو اللاجئ مسالم أكيد يكون كاتبا أو طبيبا أو غير ذلك، يتعرض إلى نفس الممارسات وهو مدني، يعني الكل يعلم مدني، لكنه يتعرض إلى نفس التدابير القانونية والأمنية بقصد الحفاظ على أمن المخيم أو أمن الوطن أو أمن أي يعني مكان تواجده. يعني بس فقط اسمح لي على تعليق صغير على التقرير. يعني ما ورد في التقرير يعني فعلا يدمي القلب رغم عدم صحته في بعض النقاط. يعني مريض وتوفى، وهذه المعلومات غير صحيحة لأني أنا فعلا أتابع كل المخيمات. أستاذ إبراهيم، ما جاء في التقرير هو ليست وجهة نظر حتى تناقش، هذه معلومات مستقاة من تقرير هيومان رايتس ووتش. أنا أحترم هيومان رايتس، لكن فعلا هناك مبالغات في التقرير. يعني هناك يعني يأتي من منطقة داعش، وداعش ليست كما تفضلت الأخت بالتقرير الدولة الإسلامية، هذه ليست دولة إسلامية، هذه منظمة إرهابية الكل باعتراف كل العالم. عندما يأتي أناس لا تعرفهم، لا تعرف من أين أتوا، هل هم دواعش، هل هم من، يعني من الطبيعي جدا عزيزي، من الطبيعي جدا أن يكون هناك إجراءات أمنية. أوكي، ولكن لماذا يدفع المدنيون البريئون البعيدون تماما عن مقاتلي داعش ثمن ذلك؟ يعني أنت تعلم كما جاء في التقرير قبل قليل أنه يضطرون في بعض الحالات إلى دفع أموال طائلة لا يمتلكونها لمهربين وكفلاء من الأكراد المحليين لإخراجهم من تلك المناطق وعودتهم إلى مناطقهم.
قلت لك اسمح لي بس أكمل حديثي. يعني قلت لك هناك مبالغة في التقرير، هناك إجراءات أمنية من حق القوات سوريا الديمقراطية اتخاذها وتتخذ في جميع بلدان العالم حتى في الدول الديمقراطية. هؤلاء يأتون من مناطق أكثر تنظيم إرهابي في العالم. يعني ما هي شهادة حسن السلوك أن هذا ليس من داعش وأن قد يكون مقاتل من داعش، قد يكون إرهابي من داعش جاء ودخل بين المدنيين؟ ومن قال لك أن هؤلاء وصل بيت؟ يعني هل يعقل أن تصل الوحشية بقوات سوريا الديمقراطية أن كما تفضلت أن تمنع المدنيين والأطفال وإلى ما هنالك؟ لا يا سيدي، هذا يعني هناك للأسف الشديد هيومن رايتس هناك عندها مشكلة، أي دائما تعتمد في مصادرها على مصادر خاصة بها، وهذا غلط قانوني وغلط. المصادر التي اعتمدت عليها هيومن رايتس ووتش هي عشرات من الأشخاص من السوريين المدنيين الذين كانوا عالقين داخل تلك المخيمات وخرجوا بطرق غير، يعني تعلم كيف خرجوا، يعني من خلال دفع رشاوى ومن خلال الاعتماد على كفلاء كما قلنا ومهربين. حتى لو كان 100 شاهد، هناك مغالطات في التقرير، هناك إجراءات أمنية، وهناك مبالغة في التوصيف من قبلكم أنتم ومن قبل وسائل الإعلام المقربة أو المعادية لتجربة شمال سوريا. فعلا هناك مبالغة في التوصيف، هناك إجراءات أمنية من حق قوات سوريا الديمقراطية أن تتخذها. هؤلاء جماعة إرهابيين، أو لنقل هؤلاء المدنيين أتوا من قبل مناطق تسيطر عليه الإرهابيين، هذا حق طبيعي. كل الدول في العالم الأمس قتلت تركيا لاجئا من الغوطة عندما كان يعبر الحدود إلى تركيا. يعني هذه مبالغة هيومن رايتس للأسف الشديد. نتمنى أن تعتمد على مصادر أكثر، وهؤلاء المصادر التي اعتمدت عليها هيومن رايتس هي من نفس التركيبه الداعشيه التي تعادي او التي تعارض. يعني ما بعرف انا مساله الكفلاء من وين اجت فيها. بالعكس، اللاجئين كما اتواصل معهم، اللاجئين في سوريا او النازحين من مناطق داعش ومناطق غيرها اكثر من يعني 70% 80% اكدوا لي انهم مرتاحون فعلا، رغم لانه منطقه اداره ذاتيه هي ايضا تعيش في ازمه واضح. حصار شكرا لك في النظام. لذلك شكرا. انا اعتبر فيها مبالغه. طيب ذكرت هذه الفكره، شكرا لك استاذ ابراهيم من كوبنهاغن الاعلامي. وفقط الاشاره، يعني انت اشرت اننا من وسائل الاعلام المعاديه لقوى سوريا الديمقراطيه، بالتاكيد هذا لا علاقه لنا به ابدا، ولا نعاديها ولا نحابيها، يعني نطرح المعلومه فقط. شكرا جزيلا لك.